ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في رمضان في البيت على هوم سينما. النهارده رجعنا نعمل ستيفلر رياكشن جديد لمسلسلين من مسلسلات رمضان السنه دي. احنا لسه مخلصين حلقه الاختيار من شويه ودي هتكون الحلقه الثانيه بتاعتنا. هيبقى فيها تو تريلرز لمسلسلات رمضان وهم الحمد لله هم اوفيشال تريلرز. اول تريلر معانا هو القاهره كابول والتريلر الثاني هو نجيب زاهي زركش. القاهره كابول, نبدا بالقاهره كابول. هو كان نازل له اوفيشال كان نازل له تيزر بس انا ما اتفرجتش عليه, ولحد النهارده ما اتفرجتش على التيزر بتاعه. حبيت ان انا لما ينزل الاوفيشال تريلر بتاعه اتفرج عليه لان التيزر اولا كان صغير قوي, كان تقريبا 20 ثانيه او 15 ثانيه, فطبعا مش هيفرق كده, مش هعمل حلقه عشان 15 ثانيه ولا 20 ثانيه يعني. فحسيت ان انا احسن ان انا استنى الاوفيشال تريلر لما ينزلوا ندي بقى التقييم بتاعنا ندي الترقب بتاعنا على طول. المسلسل من تأليف عبد الرحمن كمال ومن اخراج حسام علي. الكاست ليست بتاعنا في مسلسل القاهره كابول هو الكاست ليست بتاعنا طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب, خالد الصاوي, حنان مطاوع, نبيل الحلفاوي. المسلسل ده كان مفروض يتعرض في رمضان السنه اللي فاتت على فكره, لو تفتكروا الناس اللي متابعه معانا هوم سينما من السنه اللي فاتت رمضان اللي فات يعني قصدي. المسلسل ده انا كنت عايز اتفرج عليه وبعد كده بصراحه اتنفخت يعني لما قالوا ان المسلسل كان هيتاجل لرمضان 2021 والسنه دي خلاص وصلنا رمضان 2021 واخيرا هنعمل له تريلر رياكشن معانا لمسلسل القاهره كابل. طبعا كالعاده ما اتفرجتش على تريلر ولا مره, هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. أحس حيال عينيك بشيء داخلي يبكي, أحس خطيئة الماضي تعرض بين كفيك, عنقودا من التفاح في عينين خضراوين. مين اللي حرك الفكرة المجنونة؟ مين بيمولها؟ مين يخليها حقيقة على الأرض؟ اللي بيملك المعلومة هو الملك. الفرق اللي بيني وبينك إحنا أحكامنا شرعية. حد مهم كده في مجال صيانة الإرهاب العالمي. جزء من نجاح المؤامرة دي إنها تخليك أنت نفسك جزء من المؤامرة. بس هما كمان بيتحركوا بالعقيدة يعني من وجهة نظرهم يعني. عشان ده اللي بيكسب فلوس. اللي ربه الفلوس واللي ربه الفن واللي ربه الطاغوت واللي ربه ربنا. أنت ملحد صح؟ في فرقة واحدة بس هم اللي مسلمين اسمها الفرقة الناجية. الله يسامحك. ايه الكلام اللي يفتح النفس؟ حلقه قويه جريئه بعديها تتوقف تتمنع من الظهور. دي نصيحه بقى. عيب عليك ده امر. طب يا ست انا جاي اطلب ايد حضرتك. وماله وانا اتجوزتها يعني حبا في النساء؟ ليه حنين وقلبك طيب وتصبر بالاخواتر. ملك بيحكم باسم ربنا, احنا عايشين في ضلال ويمكن نكون كفار. انت اللي اسرفت بالانتقام وخلقت ورا كل جبل الف عدو. اتجوزني يا رمزي. وانا ما بحبكش عشان كذاب. الرجل الثاني مخلص طالما الرجل الاول اقوى. تنزوك يا شيخ رمزي. بعدين انت بتتعامل مع الكفار عادي يا رمزي. دي امي. انا اتجوزتك عشان حبيتك. تعالى جوز. بس العقل ده في شر يدمر عالم بحاله. يبقى اكتب في مذكراتك انك شربت سجاره مع الخليفه. القاهره. اوكي يا جماعه انا تعقيبي حاجه واحده على عايز اقولها على التريلر. هو طارق لطفي هو بيجسد دور بن لادن ولا ايه؟ عشان حاسس نفس الدقن ونفس الستايل اللبس ونفس بن لادن يعني. برضو لو انا غلط صححوا لي المعلومه في الكومنتس يعني. حسيته من التريلر حسيته ان هو بيجسد دور بن لادن مش عارف ليه يعني سواء بن لادن. مسلسل التريلر بتاعه حلو برضو, انا مش عارف فيه ايه بصراحه. التريلر بتاع مسلسل حلو عجبني. المسلسل ده المسلسل ده ومسلسل الطاووس الاثنين دول بالذات هيبقوا مفاجأة, هيبقوا مفاجأة السنة دي في مسلسلات رمضان من حيث الفيو او من حيث المشاهدات. ومسلسل ده مش لكل الناس يعني, مش كل الناس هتحب ان هي تتابعه. في ناس اللي بتحب تتفرج على اكشن بقى وبتاع محمد رمضان والناس الاغراب وبتاع, ف المسلسل ده للناس اللي فاهم دماغ كده بقى تقعد تمخمخ كده وهي بتتفرج يعني. المسلسل ده هيبقى حلو. انا نسبه ترقبي للمسلسل ده 8 من 10. انا بصراحه داخل دماغي يعني المسلسل صراحه يعني, وانا اكتر حاجه هتفرج عليها في المسلسل ده عشان البرفورمانس مش اكتر.
بالذات البرفورمانس بتاع خالد الصاوي وحنان مطاوع وطارق لطفي الثلاثه. احمد رزق حسيته كريبي قوي وانا بتفرج عليه في التريلر، يعني طلع التريلر كله بيعمل كده، مش فاهم ده ايه، برضو كريبي فشخ. تمام، ده بالنسبه للمسلسل القاهره كابل، هو اسمه طلع اسمه القاهره كابل مش القاهره كابول. تمام، يعني كويس ان انا لحقت نفسي. المسلسل الثاني اللي احنا هنتكلم عنه النهارده وهنعمل له التريلر، هنعمل له تريلر رياكشن، هو اوفيشال تريلر برضو الحمد لله، وهو مسلسل نجيب زاهي زركش، وهو من تاليف عبد الرحمن كمال ومن اخراج شادي الفخراني. الكاست ليست معانا يحيى الفخراني ومحمد محمود، انا بحبه جدا، اتمنى ان هو يطلع منه كوميديا كويسه في المسلسل. انا لحد دلوقتي مش عارف المسلسل ده اذا كان كوميدي ولا دراما ولا ايه بالظبط، يعني ما اعرفش. ومعانا كمان كريم عفيفي برضو، مبسوط ان هو معانا في المسلسل ده، وفي كمان رامز امير، وفي كمان هالة فاخر وانوشكا، وباقي واسلام ابراهيم تقريبا كمان، في برضو ممثلين تانيين يعني، بس لسه جداد، يعني ناس جداد انا ما اعرفهمش يعني. طبعا كالعادة ما اتفرجش على التريلر ولا مره، طبعا هنديله نسبه ترقب في مسلسل نجيب زاهي زركش. طبعا كالعادة ما شفتوش ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره، يلا بينا. زركش نايس ومتدلع، والصراحه ببان اهو بيتش جنب بيتكو خالص. انا لسه بصحتي قدام العمر طويل، اعمل اللي انا عايزه وبمزاجي. بحبك. انا كمان بحبك يا عم. انا بصراحه ما ينفعش انك تبقى مراتي، العالم سخيف ومش هيقبل. صعب يقبل ما يقبلش ولا يهمني. حصلت حاجات كتير غريبه، ليه تجي لك فرصة حلوة ان حد يبقى منك وتأخرها؟ ايه اللي خلاك راجل غريب عني؟ غريب عني كأني وحش، حاضر في قلبي كأني بيت مهجور من اصحابي. انت لا تعرف يعني ايه ابوة، ولا عمرك ما تحملت مسؤولية حد. ما في ايه؟ بحبك قوي وانت محتار كده زي العيال. انا اللي باع عمره عشان يشتري حريته. وحشتك. ايوه يا ماما، ايوه يا ماما، وحشتك. كدابة يا شفيع، هو المعلم نجيب زركش. يا جماعة بصوا، عندي حاجتين عايز اقولهم. اولا المسلسل ده شكله هيبقى حلو فشخ بصراحة، مبسوط جدا ان يحيى الفخراني السنة دي راجع بمسلسل جديد. اخر مرة اتفرجت على يحيى الفخراني ما عجبنيش المسلسل بتاعه للأسف، اللي هو كان اللي هو بالحجم العائلي ما عجبنيش. لما جيت اتفرجت على التيزر بتاع بتاع المسلسل ده، حسيت من التيزر ان هو هيبقى دراما، وبعد كده لما لقيت اول كده لما دخل التريلر معانا حسيت ان هو هيقلب كوميدي. قلت ايه ده، كوميدي نجيب زاهي زركش هيبقى كوميدي؟ قلت طب نايس، بس حسيت ان مع درجة الكوميديا قلت لازم احس ان يكون في او لازم يكون المسلسل ده يكون فيه شوية دراما، عشان حابب ان انا اتفرج على شوية دراما لأستاذ يحيى الفخراني. يعني انا بصراحة المسلسل شكله هيبقى حلو، انا مبسوط بجد. المسلسل ده هينزل السنة دي، بصراحة كان واحد من احلى التريلرز اللي انا اتفرجت عليهم السنه دي في مسلسلات رمضان. يعني التريلر بصراحه شدني وعجبني لحد الاخر، يعني كده ميكس ما بين الكوميدي وما بين الدراما، انا بصراحه رحت معاه. يعني نسبه ترقبي للمسلسل ده هو نسبه ترقبي 9/10، لان ما اعتقدش ان استاذ يحيى الفخراني هيخزلني يعني ويخسف بيها الارض، ما اعتقدش. يعني بالحجم العائلي بصراحه ما جاش معايا سكه، حسيت شويه الفايبز، عارفين فاكرين المسلسل اسمه حماده عزو؟ ما اعرفش ليه حسيت الفايب دي شويه. يعني مش عارف اذا كان هتفرج عليه ولا لا، بس احتمال كبير ممكن اتفرج عليه، احتمال كبير. واو، بس دي كانت حلقتنا النهارده في هوم سينما في رمضان في البيت على هوم سينما، ونسبه ترقبنا للمسلسلات. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله، اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.